من أراد السعادة فعليه بالتسامح سيعيش سعيدا طبعا، ومن أراد المغفرة وعفو الله سبحانه وتعالى فعليه بالعفو عن الناس. لذلك قال الله تبارك وتعالى: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فجعل ربنا سبحانه وتعالى من أسباب العفو عفوه عن العباد ومغفرته عنهم، من أسبابها أنك تغفر للآخرين ذنوبهم ومواقفهم وتعفو عنهم. وكان في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وسط أصحابه، فقال: يخرج عليكم الآن رجل من أهل الجنة. يعني إذن العفو والتسامح ليس فقط السعادة، ليس فقط المغفرة، وإنما طريق إلى الجنة التي يسعى لها كل الناس. فانتبه الصحابة: من هذا الذي سيخرج أو يطلع علينا؟ هذا الذي يبشر أنه من أهل الجنة. فخرج رجل رث الثياب فصلى في المسجد ركعتين ثم خرج، فتبعه رجل ودخل عنده وقال: هل تضيفني أيام؟ فدخل إلى البيت فما وجد هناك شيء يعني يدعو لهذا يعني التكريم النبوي. فقال له: والله يا أخي إني سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، فأتيت عندك وما وجدت منك كثير صيام ولا صلاة. فقال: والله ما لدي كثير من صيام ولا صلاة، إلا أني إذا أتيت سادتي فنمت عفوت عن الناس أجمعين. فقال له: قال فبها إذن، يعني بها بهذه الخصلة نلت هذا الشرف.